مساء النور بنات كديري، لاباس عليكم؟ كديري مع الصحة؟ كنتمنى أنكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. فيديو جديد، روتين جديد بإذن الله. غادي نبدا لكم هاد الروتين هذا من العشية، يعني دابا راه 3:30 ديال العشية. في الصباح طيبت غير الطاجين، عجنة الخبز. ها هو الخبز هنا، هانتوما الخبز كنديرو هنا في البلاستيكة وكنديرو في المجمد. كنعجن كمية كثيرة، عجنت تقريبا 3 عجنت 9، 3 خليتهم و3 نديرو و6 غادي نديرهم في المجمد. هكذا دائما يعني ما كيبقاش يوميا خاصني نعجن، مره كل 3 ايام يعني كيكون عندي الخبز واجد. هنا غادي نوريكم، ندير لكم دوره على الكوزينه اللي كتشطح. ها انتم الكوزينه راه مرونه، حيت اليوم خصصتو غير الخبز. الخبز كياخذ شويه الوقت، وكذلك ارتاحيت شي شويه حيت هذا مساجا كانوا في المدرسه، قلت نستغل الفرصه ونرتاح شويه، ماشي غير التصوير، ناخذ راحتي شويه. المهم عزيز اليوم السبت، بعدا عزيز الدراري المدرسه وجاب معاه تقضيه، كانت خاصاني شي تقضيه كتبتها لي في الواتساب وجابها ليا. هنا ها هما المواعين ديال الغداء، هانتوما غادي نوريكم. هكا هنا الطابله هي مازال ما مسحتها، المهم مازال ما درت والو في الكوزينه، طرفت الدار كامله الا الكوزينه اللي خليتها هي الاخرى حيت مازال عندي فيها الخدمه. المهم بلا ما نطول عليكم، دابا غادي نمشي نقاد كل حاجه في بلاصتها، نقى الكوزينه، ومن بعد غادي نصور معكم ان شاء الله واحد الحلوه اللي من عجينه وحده كتخرجوا عده اشكال بنينه بزاف. المهم بلا ما نطول عليكم، يلا تنطلعها. هنا هي القضيه ديال اليوم، بغيت نصور لكم واحد البيتزا ان شاء الله اللي كتجي زوينه بالكالامار والكروفيت. هو هنا جاب لي الكالامار الكروفيت، هنا الكالامار، وما ندير لكم بزاف الوصفات ديال ماشي غير البيتزا. هنا هذا كياخذوا لي مخلط ديال القليان، فيه الصول وفيه هادو ما عرفتش شنو سميتو، ممكن ياخذوا مخلط ديال القليان. غادي نغسل هادشي كله، ندير كل حاجه في بلاستيكه صغيره ونحتفظ به في المجمد. حتى وكان بحال دابا هذا راه كيلو ديال الكروفيت غادي نقسمو تقريبا على 4 المرات، ما كنديروش كله، غير كنكه به وصافي. وهاد الكالامار حتى هو نقسمو على 4، وهذا غادي نخليه هكا مجموع. انتما البنات من بعد ما ساليت هانتوما بغيت غير نوريكم كيفاش نحتفظ به. درتو هنا في بلاستيكات وكنخوي البرد منه، كنت باغا نقشرو الساعة ما عنديش الوقت، قلت صافي نخليه هكا بالقشرة ديالو، قسمتو على 4. هانتوما 4 ديال البلاستيكات، كالامار تا هو قسمتو على 4. وهنا هاد الحوت غير غادي نديرو مرة واحدة، درتو في بلاستيكة واحدة. هنا بالنسبة للخيزو حتى هو سالا ليا، ها هو يلاه جابو ليا. كنحيد هاد القديم نخليه هكا على جنب، باش دائما تبقى لكم الثلاجة نقية. وكنمسح هادي مزيان، وكندير الخيزو الجديد هو التحتاني والقديم هو الفوقاني، باش نكملو هو الاول باش نبدا في هداك الجديد. هادو مبغاوش يتحيدو ليا ديك النهار. المهم بالنسبة لهادو راه خديتهم من صاقة، هاهي شو بزاف الناس قالوا لي حيديهم، ها حيدتهم صافي. انا كنديرو في البلاستيك الغذائي وكنستفهم. بغيت نقول لكم البنات هذه باش عجبتني، حيت بزاف البنات قالوا لي عطينا رايكم في هاد الثلاجه، صراحه زوينه بزاف وعمليه. ها نتوما بحال دابا هنا لتحت كندير الدجاج، هذاك المنجر الحسانيه الجار اللي من بعده كندير فيه اللحم. هنا دايره الخضره اللي مكونجلي، هذه اصلا ما درتهاش في هاد البلاستيكات، كانت عندي في الدار الاخرى وجبتها، يعني باقا كنستعملها. وهنا درتو خاص بالحوت، هنا خاص بالخبز
وسميتو الخبز ومسمان وبطبوط اللي كيكون عندي. هنا كاين الحمص الفوق اللي نوريكم، هنا الفوق كاين الحمص، كاين اللوبيا وكاين شويه الكفته صافي. وهنا غير كديره الفرماج، دايره الفرماج حمار، دايره هنا كندير الديسير مقطع طريفات صغار، ها هو الفريز هنا شويه. هنا عندي الزبيب، هنا كنحط بالنسبه للبلاستيكات ما كنديرهمش استعمال واحد، كنستعملهم كنغسلهم وكنرجعهم للمجمد مباشره باش ما يخنزوش لينا يبقاو مزيانين، كنديرهم في المجمد واش محتاجيتهم كنجبدهم. وهنا دايره غير الفلفله، دايره هذاك مطيشه وصافي. هذه هي الترتيب ديال الكونجيلاتور ديالي صافي. دابا انا راه زيت الكراسه باش ندوز غير واحد الشطيبه. وهنا الكوزينه هي رانا عايزها. بالنسبه للافابو حيت درت الحوت غسلته بجافيل، هنا هاد البلاصه هادي حتى هي درت فيها جافيل باش ما يبقاش لينا الريحه ديال الحوت. غسلت الشباكي راهم حطيتهم لها كيف كتشوفوا صافي. دابا غادي ندوز واحد الشفيفه واحد الشطيبه صافي، ما غاديش نجفف دابا حتى العشيه. كنبغي نجفف امتى كيعجبني الجفاف هو فاش كنبغي ديريكت تيدخلوا الدراري لبيوتهم كنوض كندوز التشفيفه باش ما يبقاوش يافطوا ليا في الارض وكيتراصاو رجليهم. من الافضل حتى كينعسوا عاد كنوض انا نجفف الدار وكنخليها هكا كنقيف الصباح كتكون نقيه. هنا راه من الصباح وانا موجده هادو ديال الحلوه اللي غادي نصايب ليكم ان شاء الله، ومن غير نسالي ومدا ليكم في الحلوه. دابا غادي ندوز نعطيكم مكونات ديال هاد الحلوه هادي اللي غادي نحتاج فيها. غادي نحتاج تقريبا 250 غرام ديال الزبده تكون بحراره المطبخ، كاس ديال الزيت غادي نعبر بكاس العنبه، كاس زيت، كاس سكر سنيده، غادي نحتاج قبيصه ديال الملح، فاني وحده، غادي نحتاج نص كيس ديال خميره الحلويات، هذا الكيس فيه 8 غرام يعني غادي نحتاج 4 غرام صافي. وغادي نحتاج بيضه وطقع على حسب الخليط صافي. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج في هاد الحلوه. غادي نوريكم كيفاش غادي نخلط ومن بعد ندوز الطريقه للتزيين. غادي نبدا على بركه الله غادي نخلط المكونات ديالي كلها ونوريكم. هنا خديت قصريه غادي نضيف 250 غرام ديال الزبده، غادي نضيف قبيصه ديال الملح، سكر سنيده، فاني، صافي. غادي نخلط جميع المكونات مزيان غير بإيدي. غادي نزيد بيضة كاس ديال الزيت وغادي نخلط كلشي مزيان. من الافضل الحلوه تخدموها وانتوما جالسين حيت كتكون فيها شويه ديال التمارة. صافي دابا غادي نبدا نضيف الطعام بشويه بشويه حتى كنجمع العجينه. غادي نضيف الاول 4 غرام ديال خميره الحلويات،
ممكن او نجمعوا في العجينه ديالنا، ما تكونش قاصحه بزاف وما تكونش مرفوفه، ممكن تشكلوها كره كتشكل لينا مزيان وصافي. قبل ما تجمع لينا العجينه 100% غادي ناخذ منها واحد الكميه باش نضيف ليها الكاكاو. غادي نخليها على جنب وغادي نضيف الكميه اللي بقات لينا. غادي نقسم هاد العجينه على جوج حيت انا غادي ندير ثلاثه ديال الشكال، ممكن ديروا الاشكال اللي عندكم اللي بغيتو نتوما. غادي نزيد واحد كيس ديال الكاكاو المر فيه 7 غرام. هانتوما غادي ندوز للشكل الاول، غادي نديرو على شكل هلال. هنا راه مسح الطابلة، كنحاولو شتو هانتوما كنديرو على شكل هلال، كنضغط شوية هكا. هانتوما شتو كيفاش يجي الشكل ديالو. غادي نحطو يا اما الدهن واللاطا بالزيت اولا ديرو ورق الزبدة بحال اللي درت انا. من بعد ما عمرت اللاطا الاولى ساليت الشكل الاول، غندوز نشكل الشكل الثاني. ناخد العجينة الثانية كندير كرات، هانتوما وكناخد بحال هكا كنضغط مزيان حيت هي فيها الخميرة، نحاولو نضغطو عليها مزيان باش تبقى لينا الحفرة فيها حنا. هانتوما شفتو وغادي نحطهم هنا. غير نكمل هاد اللاطة ندخلها طيب الفران، راني درتو كيسخن، درجة الحرارة تكون 180 درجة. انا بالنسبه لي عندي ديال الضو، غادي نشعل اليوم بجوج من التحت ومن الفوق. الا عندكم غير ديال الغاز شعلوا غير من التحت حتى طيب، وشعلوا لا من الفوق باش تحمر شويه صافي، وديك الساعه خرجوه. هانتوما ندوز نوجد معكم الشكل الثالث والاخير. كندير كره، خديت هذاك اللي درت فيه الشوكولات اشي شويه باش ما يجوش كبار بزاف، كنضغط عليها شويه هكا. الا ما عندكمش هاد الطابع هذا ممكن ديروا غير بالمعلقه، كتشدوا المعلقه وكتبقاو تدوروا هكا او لاموس. غادي نضغط وكندير واحد بحال هكا، كندير واحد الطايبه الوسط. شفتوا شوفوا من بعد ليكم. انا البنات دابا راه طابت الحلوه، هانتوما كيفاش كتشوفوا كنخليها تحمر غير شويه. هانتوما غير هي ما تحيدوهاش من لاطا حتى تبرد تماما، باش حتى تكون مازال رطبه كتكون سخونه كتكون رطبه. وهنا هذه راهي باقا سخونه، هانتوما شفتوا راه ما كنخليهاش تحمر حيت مازال غادي نزينها. الفران درت فيه كاوكاو درتو كيتحمر، ها هو راه حمرتو كاوكاو مهرمش اولا اللوز مهرمش اللي عندكم، انا عندي غير كاوكاو صافي. غادي نخليه هنا يبرد والبوتي ها هو شفتو، هادي راه الكيكه اللي كنت صايبت البارح معاكم، وسخنت شويه البسمه حطيت شويه ديال هادشي وبراد اتاي. غادي نخليكم دابا حتى نطلعوا ان شاء الله باش نوريكم التزيين ديال الحلوى ديالنا. غادي نبدا دابا في التزيين. هنا وجدت المربى الخاص بالحلويات ديال المشماش، هنا وجدت الكوك اولا جوز الهند، وهنا كاوكاو اللي حمرته، هنا الحليب مركز محلى كراميل. غادي نبداو على بركة الله، نبداو بهذه اللي غنديرها بالكوك. غادي ناخد بحال هكا الشيته وغادي نبدا ندهن الجناب ديالها بالمربى. ممكن ديرو حتى الناباج، غير هو هاد المربى هذا كيجي بنين، كيجي حسن من الناباج.
وغادي ندير هكا في الكوك. الوسط غادي نعمرو بالكونفيتي بنيت. نخويو هذاك الوسطاني، كناخذ واحد المعلقه وناخذ شويه من هذا المربى هذا نديرو الوسط. حيت كان في الثلاجة داكشي علاش باقي شاد راسو. نديرو بحال هكا باش صافي. هذا هو الشكل ديال الاول. تنحطو هنا، غادي ندير معكم شكل شكل من الوحدة ونكمل بوحدي. بالنسبة للثاني غادي ندهنو حتى هو بالمربى ونديرو في الكاوكاو. كيشرو ساهلين نفس العجينة بيضة وحدة، وكيخرج كمية كثيرة، يعني راه هي بلا ما ديرو معاها شي حلوة أخرى، ديروها هي راه كافية في أي مناسبة. أولا ديروها باش ديروها كدواز أتاي، تحطوها مع كويس الأتاي في الأوتي أو القهوة. صافي لاتي نزيد شي شوية ونديرو في الكاوكاو. عجبوك عزيز؟ راه تندوق. قول قول. اه المنظر راه زوين هادشي، ولكن المذاق هو المهم. انتم شفتوا؟ واخا بلاتي نسالي. ها هو الشكل الثاني، حطوه هنا. شكلين جميلين. زوين زوين زوين. والشكل الثالث ها هو، غادي ناخذ شويه ديال الحليب مركز محلى ونديرو الوسط. صافي صافي صافي، اسهل ما يمكن. هي شي نهار تصيبها لينا. عقلتي على كيكه اللي كنتي صايبتي؟ خصني نتحداك. انتما البنات البنات راه حطيت في البلاطو باش نوريكم الشكل النهائي. وكناخذ هنا العلبه ديالي كنرتب فيها الحلوه. وها هو الشكل ديال الحلوه ديالنا كيف كتشوفوا. هذو هما الاشكال اللي قدمت لكم اليوم، ساهلين وكيخرجوا يعني مكونات بساط، كيخرجوا كميه كثيره. هانتوما راه انا درتهم كبار نيت، نتوما كل ما بغيتو كميه تكون كثر كل ما صغرتوهم كثر. هانتوما شوفوا الحجم ديالهم راه كبار نيت. دابا غادي نخليكم شي بعدا نوجد العشاء باش نسد معكم هذا الفيديو ان شاء الله. انتوما بالنسبه للعشاء غادي نديرو بالزربه، صافي ما بقيتش باغا نبقى واقفه في الكوزينه. هنا خديت الزيت، زيت العود درت معاه بصيله، وغادي ندير واحد فص ديال الثومه نقطعهم بحال هكا، نزيد شويه القزبر ومعدنوس، نزيد شويه الملح باش ما تحرقش ليا البصله. صافي من بعد ما دبلات البصله والثومه غادي نضيف الكروفيت. ها هو ما بغيتش نقطعو، ممكن تقطعوه طريفات، راه ممكن ديرو اقل من هذا، راه هو غير النكهه ديالو كتعطي نكهه اكبر. ديرو غير نصف هاد الكميه وتقطعوها طريفات صغار وديرو تلوحو ليه البيض اللي بغيتو نتوما، يعني الكميه اللي بغيتو. غادي نزيد شويه البزار والكمون. صافي هادشي اللي غادي ندير، ما غاديش ندير شي توابل اخرين. صافي دابا ها هو رطب كروفيت، غادي ندير هاد البيض وصافي. ممكن انكم ما ديروش كروفيت، ديروا غير بحال هكا بصيله وشويه ديال الثومه وربيع وترفعوا عليها البيض، حتى هي كتجي زوينه. صافي العشيوه ديالنا وجدات، غادي نحط معاها شويه ديال الزيتون
واللي كيكون مع الخضره المشرمله وبراد اتاي وصافي، حيت باقي اصلا بقى من الطاجين ديال الغدا. غادي نحطو اليوم اللي بغى ياكلو ياكلو، من ما بغاش عزيز غالبا هذه لا ياكل. فرحتي لا عزيز الطاجين وحنا هذا الشيء. لا لا مقلم وتلوحوا فوق منها الفرماج. نسيتي هذه راه مهم هذا المقطع. ولكن لا ماشي تلوحوا دابا، تبدا تاكل انت الفرماج. الفرماج مثلث هو اللي كيحب. تيجي بنين. ايوا صافي هذه الكاسوله هذه ما تعجبهاش. دابا غادي نخليكم ونسد معكم هذا الفيديو هنا، تنطلعوا ان شاء الله مع فيديو جديد، يوميات جداد، افكار جداد ديال الطبخ. ايوا خليتكم وتصبحوا على خير. وحشوم تسد هذا الفيديو. عافاك ما تسديش. صافي ما نسدوش. السلام عليكم. الله يعلم وياكم. مرحبا بكم.